أعزائي المشاهدين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل وأرق تحية، وأقدم لكم البرنامج التربوي عين العلم. عودكم دائما هذا البرنامج أعزائي المشاهدين على تقديم ما هو جديد للعلم التربوي والآفاق المستقبلية لطلبتنا الأعزاء، والحقيقة عودكم هذا البرنامج دائماً على استضافة أحد التدريسين والتربويين في سبيل إعطاء آخر المستجدات. وإحنا الحقيقة يعني اليوم أيضاً هي عنوان الحلقة عن إداء الامتحانات الصفوف الغير منتهية، ومثل ما يعني يعرف مشاهدنا العزيز أنه من يوم أمس بدأت الامتحانات، ونتمنى إن شاء الله طلبتنا الأعزاء أن تكون يعني امتحاناتهم ويكونون هم متفوقين رغم النزوح. فإحنا حقيقة كان عندنا عنوان رغم أنه نازحون لكن إن شاء الله متفوقون. فنتمنى إن شاء الله طلبتنا الأعزاء التفوق والنجاح في سبيل خدمة بلدهم، ونتمنى لهم إن شاء الله الرجوع إلى مقاعدهم الحقيقية الدراسية. وأتمنى إن شاء الله لهذا البرنامج النجاح بالتعاون مع كل الأخوة التربويين ووضع النقاط على الحروف في سبيل التلميذ والمعلم. أهلا وسهلا بكم وبرنامج عين العلم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية. الحقيقة كان اليوم المفروض ضيفي دكتور نافع حسين، مدير تربية الأنبار، وهو أيضا مسؤول عن ممثلية الأنبار وصلاح الدين في أربيل، لكن احنا الحقيقة عتبنا على الأخ دكتور نافع وكل الأخوة الضيوف. يعني أنا فقط أريد أنوه على شيء أخواني، يعني للشخص اللي ما يعرف، يعني أكيد كل شخص يعرف بالأمور اللي هو يختص بيها. إحنا كإعلام مثل أي مؤسسة، يعني أنا هسه إذا أجي ضيف إلى بيتك أكيد تضيفني وأكيد راح تقوم بالواجب. يعني إحنا كيف إذا مؤسسة إعلامية وقناة تلفزيونية، يعني الحقيقة كان موعد واتصالات مع زميلنا عمر الأخ دكتور نافع، لكن أني أحجز ساعة تلفزيونية لحضرتك يا دكتور نافع، ويعني أنت كمدير تربية وتخلف الموعد، هذا معناها أكو شيء من يعني واحد من الاثنين، يا أما أنتم مقصرين وتخافون أن تظهرون أمام الإعلام، أو أنت مستهان بينا إحنا كإعلام. احنا ازيدك ترى من الشعر بيت يا دكتور نافع، اخاف عبالك قناة سامراء الفضائية هي تنقص درجة واحدة عن بقية القنوات. لا انت متوهم، وانا ذكرتها اكثر من مناسبة، قلت اي شخص يتوهم انه قناة سامراء الفضائية هي اقل درجة من اي قناة، بالعكس القنوات اكو قنوات يعني تستضيف للشخص وتنتقص من عنده. احنا بالعكس اللي يستضيفه للشخص احنا كل ما هنالك حتى يقدم للتلميذ، يقدم للمدرس، للهيئة التدريسية ما هو يريد يتمناه وما يقدر يوصل الطالب إليه. واحنا اكثر من مرة استضافيناك، طبعا بالقوة استضافيناك، يعني اتصالات وما تجاوب علينا، والان ندز لك الاخ. انا مو بس هذه، انا اطلب من عندك حتى فلوس البنزين مال السيارة دزيت لك اياها. زين عيب، يعني احنا انت شخص دكتور ومعروف، واني طبعا احنا ايضا مكتب سيد الوزير وانتم مو عندكم. اني فقط اريد تجاوبني على سؤال، اذا انت تشوفني الان اكو كتاب من السيد وزير التربية بالانفتاح امام الاعلام والاستجابة عن كل الامور يقدمها الاعلاميين، طيب احنا ايش رايدين من عندكم؟ احنا ما رايدين غير خدمة الطالب، واحنا مثل ما انت تدريس اذا تخدم الطالب احنا هم بدنا نخدم الطالب. زين نتصل بالأشخاص وكأنه إحنا نحملهم بلوك، نحملهم طابوق، يا أبا معودين تعالوا ضيوف، قدموا أمام الناس، خلي يشوفوكم ويسمعوكم. فما يصير يا أخي العزيز، أنت مدير ودكتور، أنت نحجز لك الاستوديو على أساس أحجز لك إياه أنا ساعة وأنت يعني ندق عليك وما تجاوب، وندز لك رسائل وما تجاوب، وإحنا متصلين من قبل ساعتين وانطيتنا موعد، فهذه تحسب عليك. وأني أيضا أتمنى إن شاء الله من مكتب السيد الوزير وكل الأخوة المختصين أن يشوفون إحنا مهتمين بالتربية مثل ما مهتمين بالتربية يهتمون بينا إحنا كإعلام. فهذه حقيقة سجلت
وتسجل على مديرية مدير التربية الأخ، لأن هو يمثل تربية الأنبار ويمثل ممثلية. إحنا نريد نسألك على تلاميذ صلاح الدين وتلاميذ الأنبار، شنو جدا يقدموا من امتحانات، شنو اللي يقدموا لهم، هذا راح نسألك عن إيش، راح نقول لك إحنا، وراح تيجي ضيفنا ونشربك قلاص ماي شربت وتروح تتوكل على الله. أعزائي المشاهدين، الحقيقة إحنا يعني مثل هذه الأمور، والله إحنا أنا ذكرت أكثر من مناسبة، إحنا قبل فترة أيضا رحنا زيارة وذكرت أنا بأحد البرامج، هم استضافينا أحد أعضاء مجلس نينوى وسلمنا عليه ويعوفنا، شاف اللوغو مالتنا الملوية ويروح على غير قناة. أهلا، قلت له شنو شو عفتنا ورحت على غير قناة، هل إحنا ناقصين يعني أنقص من الجماعة في درجة؟ بالعكس، إحنا سياستنا معروفة وإحنا ناس معروفين، نقدم خدمة بدون غش بدون تبطين، ما نبطن، إحنا نحكي الواقع. زي ليش القنوات اللي تبطن تحبوها وتعريكم من فوق لي جوا؟ ليش القنوات اللي تحكي وياكم الصراحة ما حد يريدها؟ هذا أحد أعضاء مجلس نينوى وإحنا ما نعرفه، يعني إحنا فقط نسلم عليه، لا إحنا جايين نسوي لقاء وياه، وش له علاقة به إحنا؟ هو لا عضو مجلس صلاح الدين ولا تابع عنا، لكن التقدير واجب. إحنا ناس عرب معروفين، يعني إحنا من تجي تسلم على شخص أتقدره بسلامك، أتقدره بتحيتك، أتقدره بالكل شيء بيك. ينضم معي الأستاذ لطيف محمد مدير الامتحانات في تربية صلاح الدين، حياك الله أستاذ لطيف. حياك الله أستاذ وليد، أهلا وسهلا. الله يبارك بيك أستاذ لطيف. الحقيقة بالبداية شوي انزعجنا من موضوع الضيف، أنا من أجيبك ضيف يعني وأحجز لك ساعة تلفزيونية في قناة، يصير أنت يعني، أنا الرجل خابرتك اتصلت بيك قلت لك أستاذ العزيز أتمنى تكون فون اليوم معنا حتى نفهم وضع الامتحانات للطلبة، يصير أنت تخلف في الموعد مالتي؟ أستاذ لطيف أتمنى إن شاء الله. صوتي مو واضح؟ أستاذ وليد واضح الصوت، أستاذ وليد هو حقيقة إذا بالتلفزيون وإذا نعمل إحنا بشكل عملي في تربياتنا، هو كلها نقدم خدمة للطلباتنا الأعزاء. بالعكس ممكن إحنا خروجنا على التلفزيون ويمكن نقدم خدمة بشكل مباشر وغير مباشر عن استفسارات كثيرة وننطي معلومات كثيرة للطلبة، لا سيما إحنا تدي ظروفنا مو طبيعية، عندنا طلبة نازحين وكل طالب إلى ظروفه، يعني في صلاح الدين وفي السليمانية، فبالعكس يعني أنا أشوف هذا الموضوع بخدمة للطلبة والتلاميذ الأعزاء. يبارك بيك أستاذ لطيف. أستاذ لطيف الحقيقة في البداية يعني نود أن نطمننا على وضع الامتحانات الآن للصفوف الغير منتهية وكيف العمل جاري، نتمنى إن شاء الله أيضا، أنا بالمقدمة ذكرت طلبتنا إن شاء الله التفوق، كيف هو الامتحانات، استعداداتكم إن شاء الله ما أكو معوقات؟ الحمد لله، يعني احنا الان نخوض امتحانات الدور الاول للدراسه الابتدائيه، الامتحانات العامه في صلاح الدين والسليمانيه، فيما اتكلم فيما يخص تربيه صلاح الدين اللي هي مسؤوله عن صلاح الدين والسليمانيه، وبنفس الوقت تجري هناك امتحانات للصفوف الغير منتهيه بالنسبه للابتدائي والثانوي. الامور جيده، احنا بالنسبه لنا كتربيه صلاح الدين تسير الامور جيده والامتحانات تسير بشكل جيد جدا في صلاح الدين وفي السليمانية. احنا عندنا حوالي 15,000 تلميذ للصف السادس الابتدائي في صلاح الدين، وحوالي 5,000 تلميذ في السليمانية يؤدون الامتحان، وعندنا مركز فحص الدراسة الابتدائية في سامراء ومركز فحص الدراسة الابتدائية في صلاح الدين، وحتى كملنا كافة الاستعدادات لخوض الامتحانات النهائية للدراسة المتوسطة والإعدادية اللي سوف تجري يوم 7/6 بالنسبة للمتوسط ويوم 27/6 بالنسبة للإعدادي، ما عدا الأقليم ما يخصنا في السليمانية، مثل ما قلت لك باعتبار السليمانية تابعة تربية صلاح الدين اللي سوف تبدأ يوم 27/7. نعم، ما عندنا أي مشكلة أستاذ وليد، احنا الحمد لله والشكر لحد الآن، يعني احنا اللجنة الفرعية للامتحانات برئاسة المدير العام للتربية
والأعضاء الموجودين من مشرفين اختصاصيين وتربويين متقسمين على في صلاح الدين، والحمد لله الأمور ماشية على قدم ساق، ما عندنا أي مشكلة. طيب أستاذ لطيف، يعني الحقيقة قبل حلقة أو حلقتين كانت هناك مشكلة على ثانوية فلسطين، أو يعني أعتقد يعني لحد الآن حافظها مسائية أو عندها سجل طلبة، يعني كيف توضح أن هذه هل هي المسؤولة تربية صلاح الدين أم تربية كركوك؟ من المسؤول عن هذا الوضع ويعني حرمان بعض الطلبة من إداء الامتحانات؟ استاذ وليد، بالنسبة لمدرسة فلسطين اللي تم فتحها في كركوك وتمها تربية كركوك، احنا مثل ما تعرف عندنا حوالي تقريبا 70 او اكثر من 70 مدرسة للنازحين في كركوك، اللي من ضمنها هي مدرسة فلسطين اللي فتحوها للطلبة المسائية، اللي ضمت مسائية الدور وتكريت وابو عجيل وشرقاط وبيجي حسب ما اعلم. هي مرتبطة هاي المدارس كلها إداريا وفنيا بتربية كركوك. نعم. احنا بالنسبة لنا صلاح الدين هاي المدارس من فتحت يمنا، وعليه إداريا وفنيا هي مو علينا. بالنسبة يعني بالخصوص سؤالك بالنسبة لفلسطين. نعم. فلسطين يعني كثير من الطلاب أو قلة من الأفراد اللي استهدفوا تربية صلاح الدين، وللأسف أني أقولها يعني على الـ على على الملأ يعني استهدفوا تربية صلاح الدين واستهدفوا الامتحانات على أنه تربية صلاح الدين أو أستاذ لطيف ما يرفع الأسماء من يمه أو يعني من هذه الأقاويل. بس يعني لو كان هذا الموضوع مرتبط بتربية صلاح الدين، يعني يمكن لا قامت تربية صلاح الدين بإجراء مناسب هذا الموضوع، ويمكن ما حرمت أي طالب، لأنه إحنا عندنا مسائيات حوالي 7 أو 8 مسائيات في صلاح الدين. طيب ليش احنا هاي نفتحها ونرفع اسمها؟ ليش هاي ما نرفع اسمها؟ لانه هاي مرتبطة اداريا وفنيا بتربية كركوك، واتصور تربية كركوك يعني اعلنت هذا الموضوع بشكل واضح، وانا اتصلت بالوزارة خصوص هذا الموضوع، ردت اقدم خدمة لطلبتنا انه شلون نقدر نمتحنهم. قالوا تربية صلاح الدين ما لها علاقة بهذا الموضوع، لأنهم فتحت في تربية كركوك، وتربية كركوك هي المعنية الأولى والأخيرة في فتحها وغلقها، أنتم ما لكم علاقة. سألوني سؤال، قالوا فتحت يمك يعني المدارس مفتوحة يمك بالدوام يمك؟ قلت لهم طبعا لا، بس أنا يعني أريد يعني أسوي فد مخرج لهذول الطلاب والمدارس، إن نقدر أنا أقدر أسوي لهم شيء من تربية صلاح الدين. قالوا انت هذا الموضوع ما تتدخل بي لا من قريب ولا من بعيد، هي تربية كركوك هي المسؤولة، مسؤولة مباشرة عن هذا عن هاي المدرسة. نعم. فهذا الموضوع يعني هذا حتى الأرقام الامتحانية أستاذ وليد تعرف يعني أرقام امتحانية كل محافظة لها رقم امتحاني. نعم. المدارس النازحين اللي انفتحت في كركوك اللي قلت لك عليها حوالي 70 أو 80 مدرسة، أرقامها الامتحانية والبرنامج البرنامج الالكتروني اللي يصير بمركز الفحص الاعدادي والمتوسط يختلف عن صلاح الدين. يعني انا مثلا لو اجتهد وارفع الاسماء من تربيه صلاح الدين، يعني لازم ينطوني رقم الكتروني رقم صلاح الدين. طيب شلون لازم يمتحنون صلاح الدين؟ لازم هنا مفتوحه مدارسهم. يعني مثلا انطيهم رقم صلاح الدين ويمتحنون بكركوك؟ هذا ما يجوز، لازم انه هم ما طول رفعت من كركوك لازم ينطوهم رقم امتحاني كركوك، رمز، هذا رمز لكل محافظة رمز. لأن كثير من الناس اتصلوا بي وأني حقيقة وأوضحت على صفحتي صفحة امتحانات تربية صلاح الدين هذا الموضوع، واتفهموا كثير من الناس وردوا على الذول الأفراد اللي قلت لك اللي رادوا يستهدفون تربية صلاح الدين واللي نعرفهم وتربية صلاح الدين تعرفهم واستهدفوا الامتحانات بقصد انه يجيبون الضرر على الامتحانات والضرر على تربية صلاح الدين. لكنه أنا الحمد لله وشكر من المسألة تربية صلاح الدين من الجانب القانوني والتعليمات والتوجيهات ما جازت لي انه أنا هذا الموضوع اتدخل به لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس قالوا انت ما لك علاقة، تربية كركوك هي اللي معنية بهذا الموضوع. طيب اذا ان شاء الله يعني تربية صلاح الدين ما لها علاقة بهذا الموضوع.
استاذ لطيف، بصفتك انت مدير الامتحانات، يعني كثير من الاتصالات والاي اس ام اس على فضائيه سامراء، جدول الامتحانات كيف يتسنى للطالب اخذ جدول الامتحانات؟ اقصد بالنسبه 7/6 و27/7 يعني موعد الامتحانات. احنا الجداول استاذ وليد، الجداول نعم. واللي تصلنا مواعيد الامتحانات احنا على الفور نعممها الى اقسام التربيه كافه، ونسخه منها الى يعني حتى من نسخه منه الى ممثليه وزاره التربيه والطلبه النازحين في السليمانيه، هاي وحده. ثانيا اني انشر على صفحه امتحانات تربيه صلاح الدين كل شيء يجيني، حتى نبلغ ادارات المدارس بسليمانيه، طوز، دجيل، بلد، سامرة، اي مكان احنا فاتحين مدارس نبلغهم انه يفتحون صفحه امتحان تربيه صلاح الدين ويلقون عليها كل التعاميم الموجوده، فالجداول تنعلن اضافه للتعاميم، فكل الطلاب وكل ادارات المدارس يعرفون بالجداول يعني معلنه يومهم، يعرفون مواعيده. استاذ لطيف، الحقيقه نستغل فرصه وجودك معنا، ماذا يقول استاذ لطيف الى التلاميذ، الى كافة الصفوف ليس فقط الصفوف الغير منتهية، ماذا تقول لهم في آخر دقيقة؟ حقيقة احنا نعيش ظروف غير طبيعية بالنسبة لمحافظتنا، اتمنى لكل تلاميذنا وطلبتنا الاعزاء النجاح والموفقية، واحنا بدورنا صار تقريبا سنة امننا امتحان طلبة الامتحان في سنة 13-14 دور أول تكميلي ودور ثاني ودور ثالث، وقدرنا أنه نخدم تلاميذنا وطلابنا، وأمننا امتحانات في كردستان، وأمننا في كركوك، وأمننا في صلاح الدين، واستعدينا استعداد كامل لعام 2014 و2015. يعني حقيقة تجربتنا كانت السابقة مريرة جداً ومره، بس الحمد لله استفدنا من عدها، وقدرنا من وقت مبكر انه نعمل ونهيئ لهم مراكز امتحانيه، ونامن امتحان كافه التلاميذ والطلبه سواء في الاقليم في السليمانيه ما يخص تربيتنا وفي صلاح الدين، ولا نزال نستقبل النازحين لحد هذا اليوم. انا عندي توجيه من الوزاره استقبل الصف السادس الابتدائي والصفوف الغير منتهيه، وأمن لهم امتحان من 100 حسب توجيهات الوزاره. اما في السليمانيه لحد الان نامن دوامهم وامتحانهم، لانه الامتحانات تقريبا تاجلت الى يوم 25/7، فعندنا الوقت الكافي بهذا الموضوع، واتمنى كافه الاجراءات سواء بالمتوسطه او الاعداديه او الابتدائيه، ومهيئين كافه المستلزمات، ما على الطالب الا ان يعني يجتهد ويجد ويستطيع ان يعبر هاي السنه، واحنا معاه، احنا في كل قدراتنا وكل امكانياتنا، وتعبانين من اجلهم، وهم يستاهلون طلابنا وتلاميذنا الحقيقه، اللي الظرف اللي نعيشه وهم ما عانوه، احنا موجودين ليلا ونهارا لخدمه تلاميذنا وطلابنا في محافظتنا وفي الاقليم. استاذ لطيف، احنا نشكرك ونتمنى لك الموفقيه، شكرا على هذا الايضاح. كان معي الاستاذ لطيف احمد محمد، مدير الامتحانات في تربيه صلاح الدين، شكرا جزيلا. احنا اذا اعزائي المشاهدين، هذا كان توضيح بالنسبه لطلبتنا اللي يسالون على موضوع الامتحانات. احنا ان شاء الله ايضا راح نزود عبر الاس ام اس اي شخص يسال عن موعد الامتحانات والجداول، اذا ما يقدر مثلا يقدر يروح المكانه او المدرسة يسأل على هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين، الحقيقة احنا عندنا اليوم تقريرين، التقرير الأول أعتقد تهيئة الامتحانات في مدينة سامراء، طبعا اليوم ويوم أمس كان هو بدء الامتحانات الأحد واليوم الاثنين، راح نشوف وياكم زيارة مدير تربية صلاح الدين لعدد من المراكز الامتحانية، ويعني نشوف وضع الطالب والإمكانيات المقدمة في سبيل إداء الامتحانات بالصورة الصحيحة. تعالوا معي. هذا اليوم المركز الامتحاني في ناحية الأحويش للصفوف المنتهية للصف السادس الابتدائي، وتجولنا في المركز ولاحظنا بأن المركز معد وفق الضوابط والتعليمات التي أبلغتنا بها وزارة التربية
وتم استيعاب جميع التلاميذ النازحين في هذه المراكز الامتحانية لغرض أداء الامتحانات النهائية وعدم حرمان أي تلميذ من أداء الامتحان النهائي لهذا العام. اليوم الذي تم فيه أداء الامتحان في المركز الامتحاني رقم 30 ورقم 111 تلميذا و49 تلميذا في المركز الامتحان الثاني، لكل ثلاثة مدارس تم جمعهم في مركز امتحاني لغرض أداء الامتحان لعدم حرمانهم من أداء الامتحانات، وكان الجو مناسبا لأداء الامتحان، وتم تهيئة جميع المستلزمات التي تخص الامتحانات النهائية ولله الفضل. رسالة التلاميذ هي بذل الجهود وحثهم على المثابرة لغرض نيل ثمرة ما أدوه خلال هذا العام الدراسي. محمد الشاب أحمد، مدير عام تربية صلاح الدين. الرحمن الرحيم. رافقنا السيد مدير عام تربية صلاح الدين في جولة تفقدية لمدارس الحويش. حقيقة زرنا مدرسة سد الثرثار، زاد مدرسة الصادق الابتدائية، وذلك لتفقد الامتحانات الوزارية للمراحل الابتدائية، واطلع السيد المدير العام بجولة في هذه المدارس. كذلك قمنا بزيارة مدرسة الملوية، متوسطة الملوية وإعدادية الملوية، للاطلاع على سير الامتحانات غير المنتهية في هذه المدارس. حقيقة متوفرة الأجواء المناسبة للطلاب وحضور من قبل المدرسين والإدارات. نشكر جميع إداراتنا ومعلمينا ومدرسينا لمواظبتهم على الدوام وتسهيل مهمة التلاميذ في هذه الامتحانات رغم الظروف الصعبة التي تحيط بهذه المنطقة. نشكر كذلك السيد المدير العام والمدراء الأقسام لقيامهم بهذه الزيارة لتفقد سير الامتحانات النهائية والغير النهائية في هذه المدارس. الحقيقة هذه المنطقة تستوعب كثير من الطلاب النازحين، تم استيعابهم في هذه المدارس سواء كانت في المدارس الابتدائية والمتوسطة الإعدادية، ووفرت لهم جميع المستلزمات التي يحتاجها الطالب في هذه المدارس. نشكر إدارة المدارس لتوفر مستلزمات طلبة النازحين واستيعابهم ضمن هذه المدارس في منطقة الحويش. مهدي تركي مهدي، مدير قسم التربية السامراء. الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2014-2015، أول يوم بدأت الامتحانات بتاريخ 17/5/2015 للصفوف الغير منتهية. عندي الصف الرابع العلمي والصف الرابع الأدبي والصف الخامس العلمي والصف الخامس الأدبي. الحمد لله كانت المدارس الابتدائية 5 مدارس واثنين إعدادية متوسطة، واليوم تم بداية أول يوم امتحان الصف السادس الابتدائي البكالوريا، وكذلك المدارس الملوية للثالث والرابع المتوسط والإعدادية، والحمد لله الأمور تسير بصورة جيدة. واليوم تشرفنا بزيارة الأستاذ مدير التربية والكادر اللي معاه، والأمور بالحويج هادئة جدا، والامتحانات تجري بسلاسة، والكوادر موجودة، والوضع الأمني جيد ومستتب والحمد لله، وماكو أي جراء أو أي إشكال بالمنطقة. وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله النجاح لطلبتنا الأعزاء، ونشد على جهودهم وجهود الكوادر التدريسية وأولياء الأمور من بداية السنة لحد الآن لما قدموه وساعدونا وتكاتفوا ويانا ونجحوا العمل. إذن أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى. شكرا لزملائنا في سامر مراسلنا أحمد جمعة والأخوان الحقيقة اللي رفضونا بهذه التقارير. إحنا أعزائي المشاهدين اتصالات الآن مفتوحة أمامكم حتى نستقبل الأسئلة والاقتراحات، الأمور التربوية اللي يحب الطالب أن يسأل عليها، وأيضا الهيئات التدريسة. احنا الحقيقة الدور الرقابي اللي يقومون بتربية صلاح الدين وكل يعني مدراء التربية، هذا أكيد جهد مضاعف لهم. الحقيقة الآن أثناء الزيارات وأن نلتقي بالطلاب، يعني الحمد لله وضعهم جيد وهم مرتاحين، لكن أيضا نتمنى إن شاء الله من يعني مثل ما نعرف هو امتحان وزاري،
نتمنى شوية الأسئلة يعني أن تكون يعني لا أسئلة مثل ما قالوا تقصب. يعني اليوم كانت أسئلة الصف الرابع إعدادي، مع العلم هي مو وزارية، يعني أسئلة صعبة جدا بالنسبة للغة العربية. إحنا عربي، إحنا عرب ونتكلم اللغة العربية ومادتنا صعبة. يعني من يجي الطالب باللغة العربية ماخذ 56 و54 وما عبر 60، يعني هذا شيء يعني مخزي إنه، لأن يعني إحنا عرب، إحنا أهل لغة الضاد، يعني كيف إحنا ناخذ هذه الدرجة وإحنا أهل فعلا اللغة العربية. معي أول اتصال. نعم تفضلوا. ألو، معي المربي الفاضل الأستاذ فايق. حياك الله أستاذ فايق. أهلا وسهلا أستاذ وليد، ومرحبا بكم على هذا البرنامج. الله يبارك بك أستاذ فايق. الحقيقة من الرواد اللي حقيقة كان لهم الدور والباع الطويل في التربية وفي التدريس هو أستاذ فايق، ومجموعة الحقيقة من الأساتذة طول الله في أعمارهم. أستاذ فايق، كيف ترى الآن مستوى التعليم عما كان في السابق في دوركم؟ أشكرك أستاذ وليد على هذه الاستضافة، وأشكرك على هذا المدح. الله يبارك بك. بسم الله الرحمن الرحيم. التربية اختلفت سابقا أو الآن عن السابق. نعم. الآن يعني ماكو اهتمام بالتلميذ أو بالطالب بقدر ما كان سابقا. نعم. حتى من قبل أولياء الأمور ولي الأمر يطلع نص صباح من يعرف ابنه وش سوى وين راح وين جاء ويسأل عليه ويا من مشيت ويا من رحت. ايش سويت اليوم؟ شكريات ايش درست؟ شو واجباتك؟ ما يسأل عليه. يطلع نص صباح من يجي المغرب لف راسه ونام وخلى الابن والبنت كيفه. نعم. كذلك بالنسبة للمدارس، المدارس كانت قبل تختلف، يعني الاهتمام كان أكثر، الاهتمام كان أكثر من نظافة الطالب أو التلميذ، وإلى الاهتمام بالدروس وحتى بالكتاب. الكتاب اللي يستلم التلميذ قبل يدرس فيه سنتين أو ثلاث سنوات للاعتناء به من قبل التلميذ أو الطالب، الآن تختلف الآن، خاصة هسه على الظروف هاي الصعبة، ظروف النازحين والمهجرين. تختلف الآن المدرسة تضم جميع شرائح ومن جميع المحافظات، من الرمادي من الموصل من سامرة من تكريت من بيجي، مختلفة وذلك طبعا تختلف يعني أذهانهم، تختلف طبائعهم، تختلف أخلاقهم وكل شيء. فالمدرس أو المعلم راح يلاقي صعوبة بالتدريس والتعليم في هذه المرحلة. أستاذ فايق آسف المقاطعة، يعني أكثر من مناسبة إحنا نذكر شيء مهم جدا قبل أن يكون يعني تكون التربية البيتية هي التربية في المدرسة. يعني أنا أتذكر ودائما إحنا نستطرق في جلسات هذا الكلام، يعني من كان أستاذ فايق وأستاذ حامد وأستاذ هاشم رحمه الله من يقعدون في قهوة شوبان، أكبر طالب من عندنا ما يقدر يفوت من ذيك القهوة. فهذا كانت دلالة على أنه الأساس صحيح. أنت إحنا من نريد نبني بيت أو نبني عمارة، إذا الأساس هش راح توقع في المستقبل. فكيف الآن الطالب يعني ما يهتم الطالب، لأنه يشوف أنه التدريسي أو الهيئات التدريسية مو مثل قبل، لازم أكو تقصير. يعني أنا كان أستاذ فايق وكان أستاذ فلان ما أشوف عليه فد شائبة أو شو أشوف عليه فد شيء، لذلك ما يعني كنا نخاف منه. لكن الآن الطالب من يجد شيء عند المدرس راح يقوم ما يخاف من عنده. فكيف تقرأ هذه الرسالة؟ الآن أستاذ وليد بهذا الوقت الطالب خاصة بالمتوسطة مخاوي للمدرس. نعم. اللي يقدم له سيجارة للمدرس أو راح يجي للحانوت، طبعا هذا ما راح يقدر
يحاسي ولا يقدر يوزع ولا يقدر يقول له على واجب على شيء. فهي هاي الجسمة المدرس هم عنده تقصير بهاي الجسمة، ما إلى حد، أكو حد بين المعلم وال أو المدرس وبين الطالب أو التلميذ، أكو حد وهو الاحترام، احترام وتطبيق النظام بحد بأداة أخيرة. طيب استاذ فايق، يعني الحقيقة حتى ما نطول عليك، يعني الآن كيف نستطيع بالتعاون سوية كآباء، كهيئات تدريسية، كوزارة التربية، يعني كيف نستطيع أن نجعل من هذه السنوات، وإحنا قلنا مثلا رغم ما أننا نازحون لكنه متفوقون إن شاء الله، كيف نستطيع أن نرجعها مثل الأيام السابقة؟ يعني كيف نستطيع أنه طلبتنا الآن يتفوقون مثل ما كانت بالسنوات الماضية، رغم أنه الآن المواعيد كلها مواعيد غير صحيحة، من مدير التربية إلى أصغر مدرس يواعدنا ها ويضرب الموعد عرض الحائط، لكن كيف نخلي الطالب يصعد إلى المستوى القديم بنظرك يعني أستاذ فايق؟ أستاذ وليد، الأول شيء نبدي من البيت. نعم، نبدأ من البيت. البيت يجب أن يربي ابن أو بنت التربية الصحيحة اللي تنبني على التربية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يرادها الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق إلى علم إلى أي شيء آخر يخص الطالب. فنبدأ من البيت. نعم، تربية البيتية، الطالب أو الطالبة أو التلميذ الربي تربية صالحة على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقه اللي رادها. ثم نبدأ إلى المدرسة. المدرسة طبعا تضم جميع شرائح المجتمع ومن جميع الآباء، يعني آباء مختلفين، هذا العسكري الأب العسكري، هذا الأب المدرس، هذا الأب الفلاح، هذا الأب العامل، هذا البقالة، يعني يختلفون، هذا البيت يختلف. فالمدرسة تضم هذه الشرائح، فيجب احنا أن نعامل هذه الشرائح معاملة متساوية ومعاملة أخلاقية. نبدأ احنا الأخلاق، وزارة التربية، وقال التعليم وزارة التربية والتعليم، إذا التربية والأخلاق هي قبل أن نعلم التعليم اللي المراد. فيجب أن نبدأ بالتربية الأخلاقية ونبدأ من البيت ثم المدرسة ثم الشارع. التلميذ أو الطالب يجب أن يختار الصديق أو الرفيق اللي يمشي وياه واللي يتعلم من عنده ويعلمه. استاذ فايق، الحقيقة احنا نشكرك ونتمنى لك طولة العمر. المربي الفاضل الاستاذ فايق، شكرا جزيلا لانضمامك معنا، وان شاء الله نتواصل معك سوية في برنامج عين العلم. انا اشكرك، بارك الله بك، شكرا جزيلا. مع اتصال اخر. الو، نعم، تفضل. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ، انا نازح من يثرب. نازح من يثرب، حياك الله. طالب صف سادس ادبي. انت حضرتك طالب بالمدينة المنورة المسائية، طالب سادس ادبي؟ ادبي في المدينة المنورة المسائية. نعم. الحقيقة لقد خبرنا الاستاذ وانا مدير المدرسة، قال المدرسة مالتكم نقلت الى الدجيل. نقلت الى الدجيل؟ نقلت الى الدجيل، وتروحون للدجيل تمتحنون. هي وين كانت قبل؟ هي احنا سجلنا في اقليم كردستان، احنا في السليمانية، نازحين في مخيم عربد. زين. ايوه، هسه انا خبرنا اقول للدجيل، انتم تعرفون الوضع والحال والامور اللي تحصل في يثرب وفي المناطق المجاورة لها. يعني انتم سجلتوا بالمدينة المنورة المسائية في السليمانية، وهسه يقولون لكم تمتحنون في الدجيل. نعم، سجلنا وطلع هو مسجل عن طريق الدجيل، مسجل المدرسة مالته، واحنا نازحين في السليمانية. زين، ليش يا اخي احنا هسه باربيل دا يمتحنون مسائي وبسليمانية وبدهوك، يعني كانت بس المشكلة في كركوك، ليش يعني حولكم الى الدجيل؟ شنو السبب؟ احنا في السليمانية وسجلنا، المهم محولين المدرسة مالتنا الى الدجيل. والله احنا اكثر من 85 طالب، 85 طالب كل اتصلنا بهم، كل جميع الطلبة، هل نذهب الى الدجيل نمتحن؟ كل من اقول يقول والله ما اروح، يعني اروح. زين زين اخي العزيز، اكو ممثلية للنازحين لصلاح الدين والانبار او لصلاح الدين وبقية المحافظات، انتوا رحتوا على الممثلية؟
اللي بسليمانيه. اخي روح للممثلين، احنا عندنا مدير، جاء نتصل بالمدير وقلنا له احنا جاي ندرس في سليمانية في مدرسة الصقور للبنين، جاي ناخذ دروس مثل ما يقول، جاي نمتحن يعني وياهم، جاي ندرس شلون احنا المستمعين. ماشي يا اخي العزيز، احنا هاي قضيتكم ان شاء الله راح نطرحها نشوف شنو السبب، وانتم اكيد الطلبة ما راح تقدرون توصلون لذاك المكان بسبب الظروف اللي تحيط بكم. انا اشكر اتصالك، وان شاء الله هذه قضيتك راح نطرحها أمام الأخوة في تربية صلاح الدين حتى يشوفون هذه القضية. أيضا معي أعزائي المشاهدين تقرير الزميل محمد الخطاب، أيضا زار بعض المدارس في كركوك ورصدنا لقطات للامتحانات للصفوف الغير منتهية، خلنا نروح نشوفها وياكم. استاذ والأسئلة حيل سهلة والكادر التدريسي حيل زين استاذ والمراقبة زينة استاذ، ماكو غوش حيل زين استاذ، متوفر كل شيء استاذ، توهم جابونا ماي، كل شيء متوفر استاد. انا من صلاح الدين، الاسئله زينه سهله الحمد لله والشكر. ما ناقصني استاد كل شيء استاد، الاسئله زينه مرتاحين استاذي. ما عليك والله الاسئله زينه وحلوه سهله وما عايزنا كل شيء. الصف السادس الاسئله ايه محافظة الأنبار. إيه أنا اسمي فاطمة إبراهيم من الأنبار من الفلوجة، والأسئلة سهلة. ساد أنا من صلاح الدين، ساد الأسئلة سهلة. من صلاح الدين سهلة. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الست إيمان خيري مديرة مركز امتحاني عقبة بالنافع. اليوم كان أول يوم لبداية الامتحانات، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لأبنائنا التلاميذ وبالأخص التلاميذ النازحين، وذلك يعني مو تميز ولا، لكن الحالات أو المواقف اللي عاشوها شوية تكون مختلفة عن باقي التلاميذ اللي هم في الدوام الأصلي. اليوم كان يوم الحمد لله ما عدنا مشاكل، الأسئلة كانت كاملة حسب ما حصلنا عليها، القاعات منظمة الحمد لله بشكل جيد، وجود التلاميذ إلى أنه عندنا بعض الغيابات وهذا بسبب العودة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العودة للجميع إن شاء الله. ما عندنا أي مشكلة في هذا المركز الامتحاني. زين أنا اليوم كان عندنا إسلامية وجاوبنا زين، كان الأسئلة سهلة. إسلامية شلون جاوبتي؟ زين جاوبتي زين؟ أي تأخذين 90 إن شاء الله. بدأت الامتحانات الامتحانات الصفوف المنتهية للصف السادس ابتدائي، والحمد لله الامتحانات يصير بشكل جيد يعني، وقدر الإمكان وفرناه كل الإمكانات الموجودة اليمنى، والطلاب النازحين يمتحنون نفس الشيء نفس المراكز المختلطة ويا المدارس مال كركوك. أما بالنسبة للصفوف الغير المنتهية، الصف الأول المتوسط والثاني المتوسط والرابع والخامس، يمتحنون ويا المدارس الموجودة بكركوك حسب المناطق الساكنين به، إنهم شو اسمه جايين للتربية ماخذين كتاب تأييد للمدارس الموجودين قرب سكنهم ويمتحنون. الحمد لله ما واجهنا الصعوبات اللي واجهنا العام السنة الماضية، اليوم استطعنا لأنه الطلاب كانوا يمتحنون لنا بمدارسنا والأعداد كانت متوفرة يمنا، ووفرناهم القاعة نفس الشيء يعني ماكو فرق بين النازح والمناطق بمدارس مال كركوك، والأداء الامتحانات وبإشراف وزارة التربية الحمد لله متيسر وما ماكو مشاكل لحد الآن، إن شاء الله ما يصير مشاكل النهاية إن شاء الله. الأسئلة إن شاء الله وجاوبت الحمد لله. انت من يا محافظ؟ صلاح الدين. زين الماده اللي درستوها خلال السنه كلها جتي نفس الاسئله لو جتي اسئله خارجيه؟ لا نفس الاسئله ان شاء الله. جاوبت مضبوط؟ مضبوط. شنو اللي واجهته صعوبه بالامتحانات؟ يعني راحتك جيتك حار؟ لا ان شاء الله يعني ماكو شيء. استقبلنا طلاب المحافظات النازحين من صلاح الدين من انبار من نينوى، من بداية رأسا راعينا ظروفهم من الملابس والحقائب والكتب المدرسية والدفاتر والأقلام كلها قرطاسية زودوا من عندنا، حتى الأحذية زودناهم بحيث صاروا مستوى يعني منظرهم أحسن من مناظر طلابنا، وأي وقت يجون يقدرون يواكبون ويا طلابنا. من المتأخرين عندنا معلمين تربية خاصة يراجعونهم يا حتى يوصلون ويا أقرانهم طلابنا مع طلابنا. بالنسبة
استقبلناهم سجلناهم بالسجل، فتحناه في السجل الخاص مع التعهد من ولي امر الطالب، بحيث هذا الطالب ما مسجل غير مركز، ويا صف هو يتعهد من فلان صف هو يتحمل مسؤوليته. ووثائق الثبوتيه الرسميه هويه احوال مدنيه وبطاقه تموينيه، هذا ان وجد اخذنا ارقامهم وبصمه الولي امر والتلميذ. بالنسبه للامتحانات، مدارس عندنا مدارس تجريبيه من الثالث للرابع، من الثالث ليصير امتحانات تحريريه، راعينا ظروفهم بالامتحانات. اكو مدارس عندهم مو تجريبيه، سويناهم مثل ما كانوا المدارس الاصليه شفهيه، وراعينا ظروفهم ومستواهم همينا، يعني مشاكلهم كلها حليناها، اي مشاكل خاصه حتى ببيوتهم دزين على اولياء امورهم حلينا وياه. اذا اهلا بكم اعزائي المشاهدين. الحقيقه وصلنا ايضا سؤال عبر الاس ام اس يسال او يسالون عن الامتحانات المسائيه في اربيل، واحنا ذكرنا يا اخوان قلنا في اربيل موجوده الامتحانات المسائيه وفي سليمانيه وفي دهوك، كانت فقط المشكله اللي ذكرناها هي فقط في كركوك، وايضا يعني المسائي المراحل المنتهيه موجوده اللي هي الثالث والسادس، من تجي الاسماء يمتحنون بنفس التواريخ الموجوده اللي ذكرناها يوم 25/7. مع اتصال، نعم تفضلوا. الو ست كافي، مرحبا بيك ست كافي، اهلا وسهلا. اهلا استاذ، شلونك؟ حياك الله يا ست كافي ومرحبا بيك. ست كافي، انت من الحقيقه التربويات المعروفه في سامره والدور، شلون الان امتحاناتكم، وضع الطلبه، الهيئات التدريسيه، صار لكم يومين بهذا الامتحان ان شاء الله؟ صار يوم الاحد بدات الامتحانات الصفوف المنتهيه للصف الثالث الابتدائي. نعم. وكانت الامتحانات تصير بصوره صحيحه، وكان يعني الطلبه مستواهم يعني نقول جيد. مشكور الاستاذ لطيف مدير الامتحانات، هي المراكز كافه المستلزمات اللي يحتاجها التلاميذ من ماء، من جو يعني شلون نقول يليق بالتلميذ، مبرزات، يعني كان المركز متوفر بكل الاجواء الامتحانيه. ست كافي، الحقيقه احنا دائما نذكر موضوع انه يعني داخل الاقليم وضع الامتحانات بالنسبه للممثليات يقدمون هذا الدور، الهيئات التدريسيه، بس هم لازم عندهم نقص، يعني ماكو شيء متكامل، ولو ما عندهم نقص كان مدير التربيه ورئيس الممثليه جانا، يعني اخاف ينحرج في سؤال معين، يعني هل انتم في سامره اكو نواقص؟ يعني انا ما اريد احب كل شيء يقول كامل، لازم اكو فد شيء، لازم اكو معوق، احنا ما نحب كل شيء نذكر شيء زين زين، يعني ما عندنا احنا في العراق شيء 100%. لازم اكو فد معوق حتى نعالجه. نعم يعني سامر هم انا شفت في نقص اللي هو احنا بالنسبه للناجحين المعلمين المعلمات المدراء، بالنسبه اللي جايين من تكريت، جايين من كل محافظه صلاح الدين، احنا كنا نعمل انه يشملون المعلمات الناجحات بالمراقبه. نعم. يعني شفنا العدد محدود بالنسبه للناجحات، العدد جدا محدود. يعني على سبيل المثال انا المدرسه بها 7 ناجحات، اللي طلعنا من عندها بس 2. زين ليش احنا حتى رواتبنا استاذ وليد تتاخر، الايجارات يعني تعرف ابو الملك يريد الايجار مالته، يعني راتبنا حصه شهرين احنا ما راح نستلم لحد هاي اللحظه، يعني كان الافضل انه من الاستاذ لطيف مدير الامتحانات، من تربيه مدير العمل التربيه، تشمل اكبر عدد من المعلمين الناجحين. نعم، احنا الحقيقه هو هذا انا الذي اذكره، يعني وجود نقص في الرواتب، عدم استلام الرواتب بالموعد المحدد، يعني احنا ذكرنا اليوم وضعوا جدول استلام الرواتب، يعني يجوز للخميس او للاحد يلا تستلم كل المعلمين والمعلمات والهيئات التدريسيه بالنسبه للمدرسين والمدرسات، هذا ايضا معوق، احنا لازم نذكره، يعني مو فقط يعني هذا ابسط شيء ذكروا لي يوم امس اخوه من الاصدقاء المعلمين، ما يخلوهم مراقبين، والله شنو انتم معلمين تدرسون في مدارس خميس الخنجر، وإذا مدارس خميس الخنجر هو مقدم فائدة إلى العراق وإلى تلاميذنا وإلى أبنائنا، يعني ليش ما تقدموهم بالامتحانات تخلونهم مراقبين حتى ما يستفاد له كم فلس؟ هذه إحنا المعوقات اللي يجب أن نذكرها حتى يشوفوها بالوزارة، أنه إحنا ترى بيناتنا لازم أكو شيء، يعني لازم نذكر أنه أكو معوقات، هذا اللي أنا أقصد يا ست كافي.
اكو لها اوقات، بس انا قلت لك يعني كان المفروض بيهم هو النازح عاد بيته عاد غراءاته كله زين، خلوه بالامتحانات حتى هو يتصفاد زين، حتى والله العظيم يخابرون معلومات شفت ايش وقت الراتب ابو الملك يطلع له من البيت، وهذا من حقهم هو، واحنا من منظر قناه سامره فضائيه سامره نناشد وزير الماليه اطلاق رواتب الموظفين خصوصا وزاره التربيه، زين يعني احنا ما عندنا غير عيشتنا على هذا الراتب، والكل يعني نناشد وزير الماليه اطلاق رواتب مديري العمل التربيه صلاح الدين. ان شاء الله ستكافي الحقيقه، اتمنى صوتك يوصل، وهذه ايضا انتم حقيقه اجوركم مضاعفه وتعبكم مضاعف في سبيل انه تقدمون خدمه تلاميذنا بهذا الوقت المحرج، وانتم ايضا ما عندكم رواتب. انا اشكر اتصالك ستكافي. استاذ وليد في مداخله ما تخص التربيه صراحه مداخله. نعم. ان احنا الناشد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وقيادة الحيز الشعبي انه احنا نرجع لمناطقنا اذا هي متحررة ان شاء الله، نرجع لمناطقنا حتى ما نمر بهاي الشغلات الصعبة، يعني احنا لو راجعين بمناطقنا احنا قمت بهاي الشغلات كلها حتى لو يتأخر الراتب، فاحنا لا استاذ اكيد اكيد ان شاء الله ان شاء الله صوتك يوصل. وضع الدار الى تكريت وضع الامني زين، الخدمات متوفرة، ومن الأفضل لو نرجع يعني إن شاء الله ما ننسى إحنا إلهم. إن شاء الله صوتك يوصل يا ست كافي، وأنا أشكر انضمامك ومداخلتك معي، شكرا جزيلا، بارك الله بك، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، الحقيقة إحنا اليوم كانت رسالتنا هو فقط نقف مع التلميذ ونقف مع الهيئات التدريسية اللي يقدمون خدمة التلاميذنا والأحبابنا، لكن مقابل هذا إحنا يجب أن نعالج كل القضايا السلبية اللي تكون بالساحة موجودة. يعني شنو القضايا السلبية؟ احنا ماكو سلبيات اذا مو اكو عمل، يعني معناها الواحد من قاعد ما عنده شغل وعمل، طبعا ما عنده لا ايجابية ولا سلبية لانه قاعد، بس احنا دا نعمل والعمل بيه سلبية باخفاقات باشياء يجوز يعني المقابل يحسبها حسابات اخرى، فاحنا يجب احنا هذا دورنا كاعلام ان نرصد هذه الامور ونقدمها الى من يهم الامر. وانا اتمنى ان شاء الله ان يكون هذا برنامجنا يا اخوان يعني برنامج متابع من قبل وزاره التربيه، احنا بدنا نخدم الوزاره. يعني انا قبل كنا نقدم برنامج كان المحافظ والمسؤول يقول انتم العين الثالثه لنا، زين وين العين الثالثه والعالم تتهزم من عندنا، وين العين الثالثه؟ احنا ما رايدين يعني نسيء او ما رايدين انه نحرج المقابل بقدر ما رايدين يفهمها المواطن والتلميذ انه واحد اثنين ثلاثة، وهذا اللي احنا رسالتنا نقدمها. اما احنا يعني تكون امور غير صحيحة وتكون هناك اخفاقات من قبل المقابل وتحسب علينا، هذا الشيء نتمنى ان شاء الله ما يتكرر، لان يعني هذا برنامج عين العلم هو برنامج لكل العراقي، ليست مخصص لمحافظة او مخصص لتربية صلاح الدين، لان هذا احنا ذكرنا انه برنامج عين العلم هو برنامج للعراقي. يعني اذا يتصل بي هسه ابو تربية الديوانية او ابو تربية البصرة يشكي موضوع معين، انا راح اقدمها على الوزير، راح نقول له يا سيد وزير التربية اكو جتنا مشكلة من تربية البصرة او من تربية ديالة او من تربية النجف، احنا كلنا بعراق واحد، فهذه القضية تعرض امام انظار مكتب الوزير او انظار المسؤولين بهذا الموضوع. وايضا اتمنى انه نتصل بالسيد الوزير، نتصل بالمكتب، يعني نتمنى انه يكونون معنا اتصال مباشر، نفهم منهم يعني هاي الاخفاقات اللي تصير، الافاق المستقبليه، الطالب مني يباوع على التلفزيون، يباوع على قناه سامره، يشوف وكيل الوزير، يشوف المسؤول الفلاني، يقول والله زين يعني متابعين المواضيع ويانا. فهذا اللي نتمناه احنا، اما الاخوه عضو مجلس محافظه نينوى يشوف اللوجو مال الملويه وينهزم يروح على غير قناه، هذا 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 عيب، عيب وخزي عليه، لان هو عضو مجلس، ها انت عضو مجلس جوك انتخبوك وقعدوك على ميز، زين عيب انت تباوع قناه تفرقها عن قناه، ما اختم المخرج خل اكمل، زين فهذه المساله مساله معيبه، احنا نريد نقدم خدمه، انت تقدم خدمه من مجالك واحنا نقدم خدمه من مجالنا. فاتمنى ان شاء الله ما تكرر هذه، ونحجز ضيف يجينا الضيف حتى يحترم القناه ويحترم الاعلام ويحترم كل مؤسسات الدوله الرسميه والغير رسميه. حتى ما انسى اشكر كل الاخوه اللي عاونونا، زميلي انس البدري والاخ عبد الله علي والمخرجين واحمد نظير، وما انسى ايضا دور المخرج، حتى التقيكم في عين العلم مع ضيف. استودعكم الله والى اللقاء.